خلينا ما نسيبو لي زاسون تاع الكراج هذيك، طوروه في الديتونار في التربوده. السلام عليكم ورحمة الله. نزل في اللون القمع اللي مس البارح الحراك واللي يعني تعرضوا له المواطنين أثناء مسيرتهم، طبعا ما كانش غير في العاصمة، لأنه الحراك ما هوش غير في العاصمة، الحراك في كل ولايات القطر الجزائري. الحصيلة تاع هذا الحملة القمعية الوحشية الصهيونية، حسب الإحصائيات الأولية وحسب المصادر اللي خذينا منها هذه الأرقام، فيه 820 مواطن ومواطنة اللي تم توقيفهم على الأقل في 22 ولاية. 22 ولاية، وهذا العصابة ما تحبش تفهمه بلي هذا يعني شعب كامل ضدها، ماشي غير سكان العاصمة. طبعا الضرب والتعنيف طال كل هاد المواطنين اللي تم اعتقالهم من شتى الأعمار، الكبير الصغير نساء رجال عجايز الصغار كلش، عصابة عمياء صهيونية ما تفرقش. طبعا العاصمة خذات حصة الأسد في التوقيفات، 300 مواطن ومواطنة تم توقيفهم من مختلف الشرائح كما قلنا، ومنهم صحفيين محامين سياسيين رؤساء أحزاب، طبعا أحزاب مش الأحزاب الكرتونية، أحزاب معارضة تاع الصح، يعني من كل الفئات. 300 موقوف. الشيخ علي بالحاج دخلوه للسبيطار، هذا ديجا النهار الاول تاع العيد، ما خلاش يمشي يصلي صلاة العيد، عنفوه ضربوه، صاب روحو مسكين في مستشفى بارني، تمناو له الشفاء العاجل. إذن قلنا 300 في العاصمة. في تيزي وزو 50 مواطن تم توقيفهم، و تم إطلاق سراح الجميع طبعا. في سطيف تم اعتقال 80 مواطن على الأقل، في وهران اعتقال 27 مواطن، في مستغانم 20 مواطن منهم 6 نساء، من بيناتهم الوجه الحراكي المعروف دليلة توات. في قسنطينة تم اعتقال 50 مواطن، في برج بوعريريج اعتقال 20 مواطن، في ميلا 10 مواطنين، في قلمة 20، في خنشلة 20، في سكيكدا تم اعتقال 30 مواطن ومواطنة، في بومرداس 6 اعتقالات، في سيدي بلعباس 6 اعتقالات، في مدينة أم البواقي 20 معتقل، تم اعتقال 20 مواطن، يعني من الأرقام المرتفعة. في عين البيضاء 3 اعتقالات، في تبسة 10 مواطنين تم اعتقالهم، في البويرة 20 مواطن، في تيارت تم اعتقال محمد بانورا وزوج بنات صغار، في تلمسان تم اعتقال 4 مواطنين، في عنابة 80 مواطن، عنابة حتى أخذت حصة الأسد، عنابة من بداية الحراك وهي مشربة المرار للعصابة. في جيجل أكثر من 20 مواطن تم اعتقالهم، في بجاية عدد كبير، ما عندناش الرقم ولكن عدد كبير من الاعتقالات، لأنه بجاية حتى هي مشربة المرار للعصابة الصهيونية. إذا تشوفوا عدد كبير تاع المواطنين اللي تم اعتقالهم، وبالتالي إذا يحب العصابة تحب تبين بلي غير في العاصمة، لا، راهي في كل الجزائر، في كل القطر الوطني.
وهذا يدل على انه العصابه منبوذه من طرف الشعب ككل. عوض انها تواجه الشعب بالضرب والعنف، وعلاش ما تجيبش الازلام تاعها حتى هما يتظاهروا، يخرجوا نهار السبت ولا نهار الاحد ويتظاهروا يورونا واش العار تاعهم، ونظموهم هما حنا مسموح ليهم باش ينظموهم ويعطوهم كاسكروت كاشير ويعطوهم كاسكيطة ويزولوا مصروف، يعطوهم مليون في 2011 كانوا يديرهم مليون كل واحد باش يجيبوهم يسبوا الناس اللي كانوا يخرجوا في الحراك، يديروها يعاودوها. شوفوا خشما يقدروا يلموا 10 من الناس، يقدروا يجيبوك البوليسيه ينحيلهم اللبسه ويخرجوهم يتظاهروا باسم الاخر بحياه العصابه. تقدروش، لان ذوك البوليسيه رغم انهم انذال وصهاينه، لما تنحيلوا البذله هذيك يفيق شويه على روحه وما يقدرش يخرج يصفق على العصابه، لان هو العصابه تعمرو كي الروبو تعمرو يخرج يضرب. لعنة الله على كل من ضرب جزائري، لعنة الله على كل من رفع يده في وجه جزائري، لعنة الله على كل من لوث جزائري وسخ جزائري بيده، لأنه يدهم مسخة، يديهم مسخين لما يمسوا جزائريين طاهرين، طاهرين لكل جزائري اللي يجوا يمسوهم هما. المهم كما قلت الحديث بقية، ضرب هذايا والعنف والوجه الصهيوني اللي كشفت عليه العصابة ما يروحش هكذاك، يا ربي يخلصوا يخلصوا له في الدنيا. شوفوا صحابهم اللي راهم في الحبس واش راهم يقاسيو، صار نفس الشيء. الله يقدر الخير لبلادنا، وربي يعجل برحيل هذه العصابة المجرمة. السلام عليكم ورحمة الله. خلينا سيفيليزاسيون تاع الكراجات هذيك تطوروا في اللي تونا في التربوده.